رؤيتكم في لسه العسكري تبيينا لاحداث مسبيرو استشهد ببعض الفيديوهات لشبكه يقين، هل دي ضايقت حضرتك؟ لا ابدا اتضايق ليه؟ يعني ما حضرتك صورت كنت موجود معانا وبتصور واعتقد الماده اللي انت الداتا اللي انت صورتها يعني داتا شفافه وانا احتفظت بالبعض منها عندي فما فيش ادانه تحسب على حد من المشتركين في المسيره بل بالعكس ده الداتا اللي اتصورت بررت الحركه القبطيه وادانت المجلس العسكري لو ما ما كانوش يخطر بيخطر ببالهم ان في ناس بتصور كل صغيره وكبيره في الموضوع هو ايه اللي اللي فجر موضوع يوم الاحد الدامي في 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 الحركه بتاعت رائف انور فهيم الشاب الصغير اللي عنده 18 20 سنه ده يتلم عليه 15 عسكري يدوا على اي سبوب من الحياه والموت هو اللي فجر الموضوع ده وقعدوا تاني وسحل لا برضو عندنا في التحرير برضو في الفترة الأخيرة البنت اللي شفناها بتتشد من شعرها بنت حد عسكري يشد بنت من شعرها بنت وبعدين جثة تانية تتشد من ايه تتشد من ايده تحط في الزبالة يا راجل خلينا نتكلم بالمعقول خلينا نفهم كويس وخلينا نقيم الأمور ده أنتوا ناس مسؤولين أنتوا اتحطيتوا في مسؤولية تسمحوا للجنود بتاعتكم يسحلوا الجثث بتوع شباننا ويرموهم في الزبالة وبناتنا تتشد من شعورها وولادنا يضربوا في عينيهم برصاص اللي اللي هو كان بيقولوا جدع يا باشا مش جدع يا باشا ده كلام برضو ده كلام